انا مبسوطه قوي. انا مبسوطه اكتر منك. عمري ما كنت اتخيل ان الدنيا تفرحني قوي كده. ليلى في بيتها مبسوطه بتحب حسام، مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تضايقها، ولا حتى في الدنيا ممكن يضايقها. حسام وليلى في حضنه، الحنان اللي في عينيها بينسي اي وجع، مش بيخاف من اي حاجه ولا اي حد. انا اعمل لك مفاجاه، يعني جايب لك حاجه بسيطه كده عشان تفتكريني. انا فاكراك دايما، مش محتاجه حاجه تفكرني بيك. غمض عينيك، افتحيش ما تفتحيش. افتحي. دي ليه انا؟ اه دي حلوه جدا. أول مرة حد يجيب لي هدية حلوة كده. أنت جبت لي قبل كده بس يعني. أنت أول مرة أجيب هدية لحد. جبت لي قبل كده على فكرة، يوم عيد ميلادي، أنت ناسي ولا إيه؟ بس أنا برضو بحبها. ميرسي. سامي واحدة شوفوني. رايح فين؟ حسام؟ ليلى؟ قلت لي بقى زمان كانوا بيعملوا مع خدام الملكة. حسام؟ مش كده؟ أنا بقى عايز أطمن على نفسي. حسام؟ قدامي؟ حسام؟ قدامي؟ حسام؟ قدامي؟ حسام؟ البلد ده اكيد فيها حكومه واكيد هناخد حقنا. ما تخافيش حسام، ما تمشيش ما تمشيش حسام. you
أنا سمعت إن جوزك عمل حادثة، قلت أجي عشان لو هتحتاجوا حاجة. أنا عارف طبعاً إن الحال على قده، خصوصاً إن حسام ما بيشتغلش بقاله فترة كبيرة قوي من ساعة مرضه. نفسي اقعد معاه عشان اقول له انه عارف يختار. وماله؟ ماشي، بس لازم تعرفي كويس قوي وانت في الظرف الصعب ده ان الدنيا عمرها ما بتمشي بالمقلوب، وعمرها ما هتفتح حضنها لاي حد. لو كانت عايزه تديك وشها ما كانتش استنت السنين دي كلها. نصيحه مني، انت هتفضلي طول عمرك كده. تتجوزي حسام، تتجوزي غيره، هتفضلي طول عمرك البنت اللي ملهاش تمام، حتى من حتتها بقى. مدام ليلى، ممكن كلمتين لو سمحتي؟ حادثة عربية، كان بيهادي الشارع ومش واخد باله، بس كان بيحب كل الناس، كل شجر، كل حجر، كل حاجة. الله يرحمه. يعني مش بتتهم حد؟ Thank you.